مرحبا أعزائي، كيف حالكم؟ درسنا اليوم عنوانه بنية السكان، صفحة 88. الأهداف: على المتعلم أن يصبح قادرا على أن يتعرف على بنية السكان حسب فئات الأعمار الرئيسية. يتعرف على بنية السكان حسب الجنس. يقرأ هرم أعمار مبسطا لسكان لبنان حسب الجنس وحسب فئات الأعمار الرئيسة. المصطلحات والمفاهيم: هرم الأعمار يعرض بيانات أعمار السكان، وسمي بالهرم لأنه يأخذ شكله ويتكون من قاعدة عريضة تمثل معدل المواليد، ومن قمة تمثل معدل كبار السن، وفي وسطه القوى العاملة. بنية السكان هي دراسة خصائص السكان من حيث النوع والعمر والنشاطات. الجنس: ذكور وإناث. فئات الأعمار: تتضمن بالتسلسل حديثي الولادة، الأطفال، الأولاد، المراهقين، الشباب، الرجال والنساء، والعجائز. معدل النمو الطبيعي: معدل المواليد ومعدل الوفيات. القوى العاملة: العاملون والناشطون الذين يجتهدون لتأمين العيش وتساعدهم صحتهم على ذلك. يقسم سكان لبنان إلى ثلاث فئات عمرية: أولاً، فئة صغار السن هم أقل من 15 سنة بعمرهم، فئة متوسطي العمر من 15 إلى 64 سنة، وثالثاً، فئة كبار السن 65 سنة وما فوق. ننظر المستند واحد ونلاحظ: أولاً، معدل المواليد 33 في عام 1970 و20 في عام 2010. يتبين إذن انخفاضاً في معدل الولادات. ثانياً، معدل الوفيات 8 في عام 1970 و5 في عام 2010. نتبين انخفاضاً في معدل الوفيات. ثالثاً، معدل النمو السكاني 25 في عام 1970 و15 في عام 2010 عفواً. نتبين إذن انخفاضاً في معدل النمو السكاني. لنحدد الاتجاه العام لتطور كل من هذه المعدلات في لبنان بين عامي 1970 و2010. التطور العام لمعدل المواليد ومعدل الوفيات ومعدل النمو السكاني إلى انخفاض. نلاحظ في المستند رقم 2 الفئات العمرية التي تبدأ من أقل من 15 سنة إلى 65 سنة وما فوق. كيف هو الاتجاه العام لتطور كل من الفئات العمرية ما بين 1985 و2010؟ فئة من هم أقل من 15 سنة إلى انخفاض، ومن 15 إلى 64 سنة إلى ارتفاع، و65 سنة وما فوق إلى ارتفاع أيضاً. لنحدد الفئة العمرية التي يعمل أفرادها والفئتين اللتين لا يعتبر أفرادهما إجمالاً في عداد القوى العاملة. الفئة العمرية التي يعمل أفرادها من 15 إلى 64 سنة، والفئتين اللتين لا يعمل أفرادهما أقل من 15 سنة و65 سنة وما فوق.
المستندين 4 و5. نحدد طبيعة وموضوع كل منهما. المستند 4 هو جدول إحصائي موضوعه توزع سكان لبنان حسب الجنس، والمستند 5 هو رسم بياني عمودي موضوعه توزع سكان لبنان حسب الجنس أيضا. لنبين الآن عدد الذكور وعدد الإناث في لبنان. عدد الذكور 2,088,632، وعدد الإناث 2,139,368. نحدد النسبة المئوية لكل من فئتي الذكور والإناث في لبنان. الذكور 49.4% والإناث 50.6%. هل سكان لبنان يتوزعون بشكل متساو من حيث الجنس؟ نعم، مع فارق بسيط لصالح الإناث بسبب هجرة الذكور. لنقارن المستندين 7 و8 ونحدد اللون الذي يرمز إلى كل من الفئات العمرية الرئيسية لسكان لبنان. اللون الأحمر يرمز إلى الذكور واللون البني إلى الإناث. لنحدد التغير الذي طرأ على القاعدة والقمة لهرم أعمار 2007 مقارنة بهرم أعمار 1996. ضاقت قاعدة الهرم في سنة 2007 عما كانت عليه في سنة 1996، مع اتساع بسيط لقمة الهرم في سنة 2007 عنه في هرم 1996. مما يعني أن هرم الأعمار لسكان لبنان تتراجع فيه نسبة صغار السن مع ارتفاع في نسبة متوسطي العمر ونسبة كبار السن. لنكتسب أهداف الدرس بشكل أفضل، سنتدرب الآن على كتابة الأعمال التطبيقية صفحة 91. رقم 1. أقرأ جدول فئات الأعمار في لبنان المستند رقم 2 وألاحظ الصورة المرفقة وأحدد الفئة العمرية الرئيسية التي تعتبر مبدئياً منتجة وأبين سبباً واحداً لهذا الأمر. الفئة المنتجة ما بين 15 و64 سنة، لأن سن العمل القانوني هو بين 15 و64 سنة. الفئتين العمريتين الرئيسيتين اللتين تعتبران مبدئياً غير منتجتين وأبين سبباً واحداً لكل من هاتين الفئتين. أقل من 15 سنة لأن الأولاد ما يزالون في المدارس، وأيضاً فئة 65 سنة لأن المسنون هم في سن التقاعد. أوضحوا، هل جميع متوسطي العمر عاملون؟ وهل جميع صغار السن غير عاملين؟ ليس جميع متوسطي العمر عاملون، فهنالك البطالة وقلة فرص العمل والنساء غير العاملات. كذلك ليس جميع صغار السن غير عاملين، فهنالك عمالة الأطفال في البلدان الفقيرة. رقم 2، أجيبوا بصح أو خطأ. تشكل فئة الناشطين حوالي ثلثي سكان لبنان. صح. تتراجع فئة صغار السن نتيجة لتراجع معدل المواليد. صح. تعتبر فئة صغار السن فئة مستهلكة
غير منتجة. صح. يتفوق عدد الذكور في لبنان على عدد الإناث بفارق بسيط. خطأ. تعتبر الفئة العمرية 65 سنة وما فوق أكثر الفئات العمرية نشاطاً. خطأ. عندما تضيق قاعدة هرم الأعمار وتتسع قمته، فذلك يعني أن معدل المواليد قد انخفض ومعدل العمر المتوقع عند الولادة قد ارتفع. صح. استعمال مستند: أحدد طبيعة المستند المرفق وأبين ما يظهره من معلومات تتعلق بسكان لبنان. طبيعة المستند: هو هرم أعمار، القاعدة ضاقت، مما يعني أن معدل صغار السن قد انخفض، وهنالك انتفاخ بسيط في وسط الهرم، مما يعني ارتفاع في نسبة الناشطين. أما قمة الهرم فقد اتسعت، مما يعني زيادة في عدد المسنين، إضافة إلى النسبة المئوية للفئات العمرية بين 0 و 75 سنة. من خلال المستند المرفق أحدد وحدتي القياس المستخدمتين فيه. وحدتا القياس المستخدمتان في هذا المستند هما سنة وبالمئة. شكراً لإصغائكم، إلى اللقاء.